بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ابتدأ الإمام البخاري الرحلة في طلب العلم عموما والحديث الشريف خصوصا تقريبا سنة 210 هجرية، وهو في الوقت ده كان عمره حوالي 16 سنة. وكانت أول رحلة زي ما ذكرنا لحضراتكم قبل كده، كانت رحلته إلى الحج، وكان في الرحلة دي في صحبة أمه وأخيه أحمد. أحمد إسماعيل البخاري هو الأخ الأكبر للإمام البخاري، وبعد كده بقي الإمام البخاري هو في الحجاز من أجل إن هو يطلب العلم، وقعد مدة في الحجاز، وبعد كده رجع بعد ما فرغوا من القيام بأداء مناسك الحج، رجع أخوه الكبير أحمد بأمه إلى بلدتهم بخارى، وقلنا إن هي في منطقة أيضا آسيا الوسطى. واللي بيدلنا على طبيعة البيت اللي تربى فيه الإمام البخاري، وبيدل كمان على اهتمام هذه الأسرة المباركة بطلب العلم، إنه بجانب إن إسماعيل البخاري والد الإمام البخاري كان من أهل العلم، وكان طبعا من المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان كانت والدة الإمام البخاري امرأة صالحة تقية عابدة مجابة الدعوة، تعرف قدر العلم وقدر أهل العلم، لذلك هي دفعت بابنها وهو صغير يتيم إلى المكتب أو إلى الكتاب ليطلب العلم، سواء حفظ القرآن الكريم، وهو أثناء وجوده في المكتب ألهم بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعد كده برحلته في حفظ الحديث الشريف. ورحلت من الحجاز بعد أن أدت فريضة الحج، وخدت لو أنت تلاحظ الإمام البخاري هو في حدود 16 سنة أو أقل عشان يؤدي فريضة الحج، وبعدين سابته ورجعت هي وابنها الكبير إلى بخارى، وسابت الإمام البخاري يتابع طلب العلم في الحجاز، وإنه بقى يسعى للقاء الشيوخ والعلماء ويسعى النبوي الشريف، فأذنت الإمام البخاري له بأن يبقى في الحجاز، وعادت هي راجعة مع ابنها الكبير أحمد إلى بلدتهم بخارى. أقام الإمام البخاري بالحجاز حوالي 6 أعوام لطلب الحديث الشريف. رحل الإمام البخاري بعد ذلك إلى عواصم كثيرة جدا، اللي زي ما قلنا لحضراتكم كانت مشتهرة بأن فيها نشاط علمي مكثف وعظيم، وبالذات في التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحل الإمام البخاري إلى البصرة، وأقام الإمام البخاري مثلا بالبصرة 5 سنوات، قعد هناك ليطلب الحديث النبوي الشريف. ونفسه الإمام البخاري ذكر وقال عن رحلته التي كانت إلى الكوفة وبغداد لطلب الحديث الشريف، هو بيقول وبيوصف رحلاته وبالذات لبغداد والكوفة، بيقول: لا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. أنا مش فاكر كم مرة أنا رحلت وسافرت إلى الكوفة أو إلى بغداد من أجل الحديث الشريف. سافر إلى بغداد كتير جدا، وتردد إلى بغداد وإلى الكوفة كثيرا جدا، ومن سفراته إلى بغداد إنه 8 مرات من مجموع أسفاره إلى بغداد لطلب الحديث الشريف، 8 مرات لقي فيها الإمام أحمد ابن حنبل، الإمام المبارك، الإمام أحمد ابن حنبل. وقد كان الإمام أحمد ابن حنبل من أشياخ الإمام البخاري، وإحنا في رحلتنا مع الإمام البخاري وإحنا بنتكلم عن المنشأ البيئة والبيت، وبنتكلم عن أشياخ الإمام البخاري، وبنتكلم عن استعدادات الإمام البخاري لطلب العلم وبالذات الحديث الشريف، وإحنا بنتكلم عن
ممن تلقى الإمام البخاري الحديث الشريف، نعرف من كل ده المكانة الكبيرة اللي وصل إليها الإمام البخاري عليه الرحمة والرضوان. دخل الإمام البخاري مدن كتيرة جدا لطلب الحديث الشريف. من هذه المدن مثلا بلخ. بلخ دي موجودة النهاردة في شمال أفغانستان. سافر الإمام البخاري إلى مرو، ودي موجودة بخراسان في آسيا الوسطى. سافر الإمام البخاري كذلك للري، كل ده لطلب العلم والحديث الشريف. الري دي مدينة تاريخية بقت دلوقتي جزء من الجنوب الشرقي لمدينة طهران في إيران. سافر الإمام البخاري لطلب الحديث في مدينة واسط اللي هي موجودة في وسط العراق الآن. سافر الإمام البخاري إلى دمشق وإلى حمص ورد نيسابور، ودخل مدينة عسقلان. مدينة عسقلان من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، بتقع إلى الشمال الشرقي من غزة وبتبعد حوالي 25 كيلومتر قريبة من الشاطئ على الطريق اللي بين غزة ويافا، مش بعيدة عن غزة وهي ضمن الأرض المحتلة. دخل الإمام البخاري وسافر إلى مصر، راح مصر مرتين، واحدة من سفراته دي 17 هجرية، كل ده لطلب الحديث الشريف. تقريبا الإمام البخاري قضى حياته كلها في هذه الأسفار من أجل طلب الحديث الشريف. وبعد كده بدأ يرحل في السفرات بتاعته إلى أنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل إلى عدد من البلاد اللي كان هو قبل كده بيسافر لها عشان يطلب العلم فيها ويسمع فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد فترة بقى يعني شهرته ملأت الآفاق، وبدأ بقى يحدث في أماكن كثيرة. فسافر إلى الحجاز وحدث بالحجاز، وحدث بالعراق، وحدث في بلاد ما وراء النهر، وقدم الري سنة 250 هجرية، وأقام بنيسابور حوالي 5 سنوات. وجاء وورد إنه الإمام البخاري أسمع الجامع الصحيح بمدن، منها ما أسمعه بمدينته بخارى 252 هجرية. وقال الإمام البخاري في وهو بيسجل لنا الرحلات بتاعته، سواء في طلب الحديث الشريف أو في إملائه والتحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحكي بيقول دخلت بلخ. بلخ اللي هي قلنا المدينة الموجودة حاليا بشمال أفغانستان. فبيقول فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه، كل الأحاديث اللي أنا خدتها أن أنا أمليها يعني عليهم. شوف شغف الناس في هذه المناطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول فأمليت 1000 حديث عن 1000 شيخ رضي الله عنه. طاف الإمام البخاري بلاد كتيرة جدا، ودخل يعني حواضر أو عواصم العالم الإسلامي الكبرى، منها مكة المكرمة، المدينة المنورة، دمشق، الشام، بغداد. بغداد كانت عاصمة الخلافة. وقضى معظم عمره الإمام البخاري منتقلا بين البلاد، راحلا إما في طلب الحديث الشريف أو في إملائه. وروى الإمام البخاري طبعا، لأن رحلات ورحلات الإمام البخاري كتيرة جدا، فروى تقريبا عن 1080 شيخ الحديث الشريف. وروي عنه أنه قال كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. أنت من خلال هذه السيرة العطرة، السيرة اللي متصلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف منذ سن مبكرة، تقدر أو نقدر جميعا نستوعب كم العلم الذي تحصل عليه الإمام البخاري منذ أن كان صغيرا. وشوف كم الرحلات، يعني إحنا النهاردة بنسافر طيران وفي بواخر وفي سيارات، زمان كانت الأسفار بالشهور. كم المشقة اللي تعرض ليها الإمام البخاري من أجل أن يطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أما تعيش قوي مع سيرة الإمام البخاري تقدر تفهم القدر الذي وصل إليه وثقة العلماء سواء أشياخ أو تلاميذ الإمام البخاري في علم الإمام البخاري ومنهج الإمام البخاري الذي وضعه واضحا في كتابه الجامع الصحيح. ولما هنشوف إزاي لما كان الإمام البخاري بيحب يحدث وإزاي الناس بتفتح بقى الشوارع والناس تفتح بيوت عشان الناس تقعد تسمع ويبقى معاه 90 فوق الألوف من طلبة العلم يستمعون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام الجليل الإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام البخاري ما طلعش كده، شفتوا الرحلات وشفنا البيئة وشفنا البيت اللي طلع فيه الإمام البخاري وأشياخ بقى الإمام البخاري، شوف سافر قد إيه، كم الأشياخ يعني الأساتذة اللي تلقى عنهم الإمام البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر كتير جدا، وأشياخ الإمام البخاري أثروا في تكوينه العلمي وفي منهجه الحديثي. ونظرا لكثرة شيوخ الإمام البخاري واختلاف البلدان بتاعتهم، لأنه سافر كتير جدا عمره كله في سفر وفي ترحال من أجل طلب العلم وتعليم العلم، نظرا لأن شيوخ الإمام البخاري كثر وكمان بيعودوا إلى أمصار وإلى بلدان كتيرة جدا، حصرهم المحدثون يعني بدأ بعض أهل الحديث يحاولوا أن هم يحصروا يشوفوا كم عدد أشياخ الإمام البخاري زي ابن حجر العسقلاني، حصرهم مثلا في 5 طبقات. أنا هذكر مثل بس، هنذكر الطبقة الثالثة اللي هي الوسطى من مشايخ الإمام البخاري، وهم من لم يلقى التابعين اللي هم لم يلتقوا بهم، بل أخذ وهو لم يلتقي بهم، بل هو أخذ عن كبار تبع الأتباع. احنا جيل الصحابة التابعين وتابعي التابعين تابع التابعين اللي تلقوا كبار تبع الأتباع رضي الله عنهم جميعا، اللي تلقى عنهم الإمام البخاري كسليمان بن حرب وعلي ابن المديني وده من أشياخه الكبار، ويحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل الإمام العظيم وإسحاق ابن راهوي وأمثال هؤلاء وغيرهم كتير تلقى على أيديهم الإمام البخاري وسمع عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطبقة اللي احنا ذكرناها من خلال ما أورده ابن حجر العسقلاني شاركه الإمام مسلم في الأخذ عنهم، يعني دول نفسهم كانوا شيوخ الإمام مسلم، الإمام مسلم من تلامذة الإمام البخاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأكثر شيوخ الإمام البخاري تأثير فيه هو الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث علي ابن المديني. يعني روي عن البخاري إنه كان بيقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني، من كتر ما كان، حتى كانوا بيوصفوا الإمام البخاري لما يقعد كده جنب شيخه ويقرأ الحديث قد إيه كان يهاب الإمام البخاري ويعظم ويوقر شيخه لأنه يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف كمان وصف الإمام البخاري لما كان بيسمع الحديث من فم شيخه علي بن المديني، من كتر ما كان هو يعني مبهور به، فيقول ما سمعت الحديث من في إنسان أشهى عندي من أن أسمعه من في علي بن المديني، يعني أحسن حد كنت أحب أن أسمع حديث رسول الله من فمه، بيسمع حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من فمه، كان شيخه علي ابن المديني. وأكثر من روى عنه من الشيوخ الإمام البخاري هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله ابن يوسف الدمشقي التنيسي. والإمام التنيسي ده كان من رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك، وده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده برضو روى عنه هذا الشيخ التنيسي، روى عنه الإمام البخاري في الصحيح أحاديث كتيرة جدا، يعني تقدر تقول فوق 300 حديث. وكان لقيه ببلدنا الحبيب، لقيه الإمام البخاري بمصر سنة 207 هجرية. الإمام البخاري الجليل اللي أمضى عمره كله في الرحلة لطلب الحديث الشريف وتعليمه، ما قضاش الرحلة
فارغة من الأهداف، لا، ليه هدف بيجري ويروح شرق وغرب يجمع حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنضبط بمنهج دقيق في التلقي وفي حمل الحديث، وضابط جدا في كل ما كان يأخذ أو يدع، قضى عمره في هذه الرحلات وما وصلش إلى هذه المكانة الكبيرة إلا بالكد والتعب والسفر المستمر لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحديث عن أهله. وده ابتدأ الإمام البخاري منذ سن مبكرة، وتلقى الحديث رضي الله عنه على يد أئمة زمانه من كبار العلماء الأجلاء في بلدان كثيرة جدا من علماء الحديث اللي رحلهم الإمام البخاري، وتلقى على أيديهم الحديث الشريف. رحمك الله أيها العالم الجليل والإمام الفذ، رحم الله الإمام البخاري وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا، بنتلقى أسئلة حضراتكم عليها وكمان بنجاوب عنها تباعا في الحلقة المسجلة اللي هي حلقة يوم الأربعاء. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي هذه الفترة نحن في صحبة الدفاع عن السنة النبوية المطهرة تجاه هذا التيار الذي تخبط كثيرا وأنكر وجود السنة النبوية المطهرة. ثم نعود بعد ذلك إلى رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة السادة المشاهدين على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة أو في أقرب حلقة. ويوم الأربع هو المخصص للقضايا الآنية والرد على أسئلة السادة المشاهدين اللي بنستقبلها على الصفحة، وكمان بنعرض كتابنا، كتاب قلوب عامرة. ست أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست أم أحمد، الله يخليك، أنا بحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجمعنا وإياكم على منابر من نور. اللهم أولاً عايزك تدعيني ربنا يفك الكرب اللي فينا، في كرب عظيم، ربنا يفك كربك وكرب كل مكروب. الله يخليك. أنا بقى بتكلم بخصوص ابني. نعم ابني. خيراً. ابني بيتعامل معايا بمنتهى الكره اللي في الدنيا، بيشتمني، بيمد إيده عليا. طب ليه؟ بيأتي عليا. ليه كده؟ والله ما عارفه، والله ما عارفه، لو اعرف السبب انا كنت عملت له اللي هو عايزه. لا يعني ايه السبب؟ الوالد موجود؟ لا متوفي.
متوفي بقاله سنة و8 شهور و10 أيام. طيب الموضوع ده، التغير ده فجائي ولا ده طول عمره؟ لا، من حوالي 3 سنين كان والده لسه عايش، ابتدى هو يتغير، بس ما كانش بيشتمني ولا بيهني ولا الكلام ده كله. لكن دلوقتي أصبح هل إن هو هو بيجي عليا في وشي يعني، لا بيشتمني. ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب، ربنا يهديه يا ويصلح رب. حاله. لكن هل هو حضرتك شايفة مثلا ان في حصل موقف من حضرتك، شاف شيء ضايقه من حضرتك فعشان والله كده ما اتغير؟ عملت حاجة، والله ما عملت هو حاجة. مش أنا بس مبرر، كل هو ده مش بنصحه، مبرر، بس انا حابة افهم ليه التغير. انا بنصحه وهو بيزعل لما بنصحه. يعني هو بصي عمل كل شيء ممكن يزعل ربنا منه، وانا بنصحه دايما، لا ما تعملش كذا، لا امشي كذا، لا بلاش دوت، لا. فهو خلاص ما بقاش متقبل مني نصيحة. انا مش عايزة اطول على حضرتك، هو في الوقت الحالي انا خيرته بين خيارين، اللي يعيش معايا ويحترمني ويرضي ربنا فيا، يا اما يمشي. فهو فعلا مش وساب البيت. هو قد ايه عمره؟ 23 سنة. بيشتغل ولا؟ لا ما بيشتغلش. طب في وسطاء يعني بين حضرتك وبينه، يعني حد ممكن يطمن عليه، يطمنك، يحاولوا يرجعوه مرة تانية عشان مش عايزاه لا يسيب البيت؟ هو مش عايز، هو قاعد دلوقتي حاليا في ناس، قاعد اللي عرفت انه قاعد عند ناس، والناس دي مقوياه وفاهمين ان الام دي ام سيئه وانت كده عايش معانا. ما انا انا سؤالي ما انا بس، ما انا ما كنتش عايزة حضرتك تخليه يمشي. ما هو انا اتبهدلت، طب انا اتفضلي اتبهدلت. سؤالك، انا معاكي. انا بس السؤال عشان ما تقولش لحضرتك، لا انا ابدا، ربنا هيحاسبني عليه، انا هقف قدام رب العالمين زي اي بني ادم هيتحاسب. انا هسأل عن ابني وهو في السن دوت؟ هل احنا دلعناه في فترة ما كان بينش كل حاجة عايزها بتتجاب له؟ والله العظيم ابدا، انا معايا غيره 2 كبار نفس زي تربية الولدين التانيين ربيته. نسأل الله السلامة يا ست أم أحمد، فانا هل انا ربنا احاسب؟ يهديه، ربنا يهديه ويصلح حاله. ولازم تدعي له يا ست أم أحمد، ما تدعيش عليه، وربنا يهديه ويصلح حاله ويرده إليك ردا جميلا. اللهم أمين يا رب. معانا، معانا ست أم ملك، السلام صوتك عليكم. بعيد يا شادي. وعليكم السلام ورحمة الله ازي تعالى حضرتك يا وبركاته. دكتورة؟ الحمد لله، الحمد الله لله، يبارك لك يا رب. آمين آمين. أشكر الله. أنا سؤالي بس عن اللي أنا أوقات غصب عني بجمع الصلوات فما بصليش سنن، بضطر مثلا الظهر مع العصر بصليهم مع بعض أكتر الأيام، والموضوع مش مشكلة مش يوم ولا 2 طب ما كتير. هل لسبب يعني بتجمعي ولا كده وخلاص؟ لا في سبب، أنا عندي 4 أولاد، أيوه في كبير بيبقى عايز يصحى للمدرسة الصبح، وعندي طفل صغير لحد الساعة مثلا 4 ينام، أقول طب استنى أصلي الفجر حاضر، فصلي الفجر حاضر فأقوم أنام بقى، أصحى من النوم مثلا وأنا بصلي الظهر ألاقي العصر جدا، وأنا ساعات أقوم أوقات كنت عشان بقوم بعد العصر. عشان الطفل الصغير كمان. أيوه تمام. فأنا مش مرة، مش مرة ولا 2 فانت حضرتك دلوقتي. بتسألي الوضع ده مظبوط ولا ايه؟ ايوه طب حاضر. هتحاسب مثلا ان انا بجمع صلوات على يعني بعضها هل ده ما تقصير بصليش ولا لا؟ سنن؟ ابشري، حاضر ابشري. ماشي، ده شكرا. سؤال. في سؤال تاني؟ لا يا دكتوره طيب الله يبارك فيك يا شكرا، رب. شكرا لحضرتك ست ام ملك. معانا مين؟ انا مش سامع الصوت. طب اتفضلي حضرتك وانا هعرف السلام الاسم من. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مين معانا؟ نغم حبيبتي، اتفضلي. شكرا جزيلا، اسف اتفضل. على ازعاجك حبيبتي. لا ابدا حبيبتي في استاذة سنة نغم. الظهر، ايوه 4 قبل و2 بعد، ولا ال4 دول بيبقوا 2 2؟ حاضر. السؤال الثاني، جه في القرآن الكريم ما ناكلش لحم الميتة ولا الدم، ايوه بس السمك ميت والكبدة والكلاب والطحال دم. السؤال الأخير، في فرق بين صلاة قيام الليل والسحر ولا الاثنين حاجة واحدة؟ ده السؤال الثالث للست نغم. شكرا حبيبتي. الفارق، الفارق بين، بين صلاة قيام الليل وصلاة السحر ولا الاثنين حاجة واحدة؟ حاضر. شكرا جزيلا. العفو. معانا، تفضل. من معنا؟
اتفضل بالسؤال، انا مش سامعه. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. مين معانا؟ يا ست ام عبد الله اتفضلي يا فندم. الدكتوره نادية عماره. ايوه يا فندم، مع حضرتك تحت امرك. حضرتك انا نفسي عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. بس حضرتك ترد عليا. يعني انا عندي 3 اخوات. ايوه. يعني رجال ومش بيسالوا فيا. مش أيوة. بيسالوا عليا اي حاجه. حضرتك انا عايزك تقولي كلمه. طب ما بيسالوش حصل يعني حصل مشكله، حصل حاجه يا ست ام عبد الله ولا ايه اللي حصل يعني؟ ليه الثلاثه متفقين ما يسالوش على حضرتك ليه؟ ما بيسالوش والله. نعم. يعني حضرتك عايزاك تقولي كلمه. حاضر، بس ارجو ان ما يكونش في زعل حصل او شيء، هو مش مبرر نقطع بعض. اتفضلي يا فندم. كده ما بيسالوش. طب وحضرتك لما ما بتحاوليش تقولوا لهم ليه ما بتساليش انت عنهم؟ هم كده يعني، هم يعني فيهم غباء، بس انا نفسي اعرف يعني. انا عايزاهم يسالوا عليا، مش يجيبوا اي حاجه. الحمد لله والله مستوره. يعني هم هسالك يا ست، يعني هم بيجيبوا لك هدايا وحاجات كده لكن مش بيسالوا؟ لا انا مش عايزه اي حاجه والله مستوره. أيوة. بس انا عايزاهم يسالوا عليا. حقك عليهم وحقهم عليكي كمان ان انت تسالي عليهم. حاضر، هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام. ست أم أحمد زعلانة من ابنها اللي اتغير من 3 سنين، هو عمره دلوقتي 23 سنة، يعني لما كان عنده 20 سنة، وبتقول إنه بدأ يعملها معاملة وحشة ويهنها ويتلفظ بألفاظ مش كويسة، فهي مؤخرا خيرته بين إنه إما إنه يعيش في البيت بأدبه أو إنه يسيب البيت، فهو اختار يسيب البيت. ما كنتش أنا حابة إن حضرتك يعني نسيبه يطلع بره البيت، يعني قدر طاقتنا طبعا، لكن احنا من الطبيعي ان احنا لازم ندور على الاسباب اللي جدت. هل هناك شيء جد خلاه او حصل خلى ابني يتغير مني الى هذا القدر والى هذا الحد؟ اصل الانسان الذي تربى على ادب معين في السلوك وفي طريقه التعامل انه يتغير كده لازم في شيء حصل. عايزين ندور عن السبب التغيير ده، وان كان ده مش مبرر لأنه يقع في عقوق والديه، ده اللي من حد النظر إلى والديه فقد عقهما. مجرد أني أبص لأبويا وأمي بنظرة فيها حدة، فيها ما فيهاش رحمة، أنا وقعت في العقوق. فما بال الإنسان اللي بيتلفظ بألفاظ نابية أو أنه يعلي صوته على والدته أو على أبيه، والأم جاءت التوصية بها أكتر من مرة، 3 مرات، لإجلالا وتقديرا لحقهم. طبعا ما كانش ينبغي، أو ما كان ينبغي أن احنا نسيبه يترك البيت، لكن ده اللي حصل. أنا بس أرجو من حضرتك حد يكون بيسمع له في العيلة نرجعه مرة تانية، وبيسمع لنصحه بعيد عن حضرتك يقول له لا ارجع بيتك، ما تسيبش والدتك، والدك دلوقتي توفي، فبقى انت بقيت راجل البيت، فانت ترجع عشان تبقى معاها تستسمحها وتاخد رضاها. حتى لو كانت امك حدث منها شيء، ما ينبغي ابدا ان انت تقع في عقوقها، او انك تتلفظ بالفاظ، او انك تتصرف هذه التصرفات الغير اخلاقيه والغير ايمانيه واللي فيها مخالفه لوصيه الجليل سبحانه وتعالى بالاباء والامهات خيرا. فحد يكلمه ويرجع، وانا اراجع المواقف اللي مرت بيا لانه محتاج اعمل كده يا صاحبه السؤال. النقطه الثانيه، هل انا بتحاسب على التقصير اللي هو فيه؟ المحاسبه بتكون على مرحلة التوجيه. هل في كل مرحلة من مراحل نمو هذا الشاب منذ أن كان طفلا رضيعا ثم بدأ يكبر رويدا رويدا، في كل مرحلة أنا اديت التوجيه اللازم لكل مرحلة؟ هل تمت على وجهها أو كان هناك تقصير؟ سيكون ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الرحمة دائما. وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، أدعو الله سبحانه وتعالى إنه يعني على ذلك. حصل مني تقصير، هو يجبر التقصير. حصل مني
أني لم أهتم أو ما كنتش بالوعي والثقافة المطلوبة عشان أحتضن هذا الابن في كل مرحلة من مراحل نموه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، أسأل له الهداية، أدعي له، ما أدعيش عليه أبدا، وأصلح لي في ذريتي. القرآن علمنا كده من أدعية القرآن التي ننساها أو نغفل عنها. أكثري من الدعاء بذلك، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى إنه يرده إليك ردا جميلا، وخليك على يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، ولا مانع أن الإنسان يراجع ما بدا منه، ربما يحتاج لتغيير طريقتي معاه، أسلوبي وياه، ده شيء مهم وضروري يا صاحبة السؤال. ونستغفر الله من كل ذنب عملناه إحنا بقصد أو بغير قصد يا ست أم أحمد. الست أم ملك بتجمع الصلوات عشان عندها طفل رضيع صغير ومعاها كمان 3 أولاد، قبل ما بتنيمه وتقوم فبتروح عليها الصلاة، فبدأت تجمع. أنت أخذت بقول الحنابلة في هذا الأمر، وعلى العموم يعني الجمع بلا عذر يجوز لمن لا يتخذه عادة على قول بعض العلماء السابقين والمعاصرين، لكن زي ما قالوا لابد من كسر العادة دي، وان احنا نحافظ على الصلاة على وقتها، ونصلي كمان السنن قدر طاقتنا، حتى لو انت جمعتي بتجيب السنن عادي ما فيش اي مشكلة. الحنابلة عند السادة الحنابلة ان انا يجوز ان انا اجمع وأصلي الصلاة تامة لما يكون عندي طفل صغير أخشى معاه أنه يفوتني الصلاة، فتقدري تعملي تاخدي بهذا القول في هذه المسألة وتصلي السنن حتى لا تفوتك يا ست أم ملك. الست نغم بتسأل، سنة الظهر أربع قبل الظهر واثنين بعد الظهر، هل الأربعة دول تصليهم أربعات ولا تصليهم اثنين اثنين؟ 4 ركعات انت بتصليهم سواء صليتيهم على بعض او 2 2 او 4 متواليات يا استاذه نغم. بتسال ان السمك ده ميت، واحنا امرنا في القران ونهينا عن اكل الميت والدم، فهي بتقول الكبد والطحال دم. نعم، لكن الاثنين دول ده استثنتهم السنه، يعني هذا الامر مستثنى، او اكل السمك والكبد والطحال او ما شابه ذلك ده مستثنى بالسنه النبويه المشرفه، كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام احلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال. ومن هنا احنا بنعرف موقع السنه النبويه المطهره في التشريع، وخطوره انه حد يقول لا ده ما فيش سنه، ده هو احنا بنعتمد على القران فقط. لا، السنه فيها كذلك انها تاتي تبين ما اجمل ذكره في القران الكريم، تفصل بعض الاحكام، تكمل لنا بعض الاحكام كما هو وارد في هذا المثال وفي غيره، الشيء بالشيء يذكر يعني. استاذه نغم بتتكلم عن هل هناك فارق بين صلاه قيام الليل وصلاه السحر، يعني في فارق بينهم؟ لا فرق بين قيام الليل وبين أول صلاة السحر أو القيام أو التهجد، هو إيقاع العبادة في السحر. وإن كان وقت السحر طبعا ليه يعني خصيصة أو ليه أفضلية، لأن هو وقت تنزل الرحمات، لكن كل ده إحياء الليل، كل ده إحياء الليل. أنا بقى أحييت الليل أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، بتكون هناك بعض المسميات بحسب طبعا السحر التلت الأخير، فإيقاع العبادة فيه مفضل لأنه وقت تنزل البركات والرحمات، لكن كل ده في النهاية قيام وإحياء الليل بسائر العبادات. كان الستنا الكريمة الست أم عبد الله بتقول إن ليها 3 من الإخوة رجال ما بيسألوش عنها وهي زعلانة جدا. طبعا القطيعة والقطيعة الرحم اللي هي أعقد النية، إن أنا في قلبي إنه أنا مش هكلم إخواتي دول، فعقد النية دي ده حرام، وأنا إخواتي ما بيسألوش عني أنا أسأل عنهم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نكرر حديث النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا عشان نعرف أن الأصل في صلاة الأرحام
وصلة الرحم مش بس اللي بيوصلني فأنا بوصله، لا ده اللي بيقطع الصلة بيا وأنا بوصله. الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وتدعي بصلاح الحال وتسألي عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يوفقنا إلى الخيرات. كان في سؤال متبقي إن شاء الله نبدأ بيه بكرة، إن إحنا رحلناه كده أكتر من حلقة للست أم محمد عن نجاسة بول الصبي. غدا إن شاء الله أول سؤال هنجاوبه الست أم محمد بإذن الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.